نيتشر باي مارك بيروتي وحلقه جديده مصعبه علينا اليوم مارك. لا لا هاي سباب بدنا نحكي عن مش مصعبه ولا شوي رح تشوفي بلا. هلا شوفي كثير من الستات بيكونوا اجاهم خاصه على عيد الام او ارتانسيا او جاردينيا. بدي اسالك عندي شي 3-4 بلانتات ما بعرف كلهم شو هن. فهذا هذا الهدف. هلا التوليب بولي فلاورز وبروحوا بعد جمعه عاده، بس انه ارتانسيا وجاردينيا وازاليا نباتات اللي جبتهم معي مع انه ما بيشبهوا بعضهم بس بدي شير شغله كثير كثير مهمه، واغلبيه العالم اللي عندهم مشاكل بهالنباتات لازم نعطيهم تيبس ليهتموا فيهم. هول النباتات بحبوا التربه الاسيد عاده، بنسميهم بلانت دو تير دو بريير. هلا بنفرجي يعني. فينا مش غلط يعني نحط بالتربه، بس ليه بيكون حدا عنده مثلا جاردينيا مثل هيدا اللي هون؟ هلا بناخذها هيك كلوز ابس بنفرجي، بتكون ورقاتها مصفره كرمال الشيء اللي بدنا نحكي هلا عنه اكيد، ونعلمهم كيف يهتموا فيهم، وبتكون اجمالا بتكون كثير هينه لها. انا رح بلش اشتغل بهيدي النبته وفرجي شو عم بيصير. سو هون اذا بنطلع بين الجاردينيا كيف هي مصفره، وواحده من الاسباب رح شيل انا اكيد الجاردينيا هون مثل ما هي بس نفرجي نشيلها هيك، بنطلع انه تربتها هي حمراء وهي ما بتحب هذا الشيء كثير. فاول اول تيب كثير مهم رح اخذ انا هيدي الازاليه من هون هلا ونفرجي كمان شو عم بيصير فيها. بدك تقعدي هيك ما بنجوا بنجويكي لانه بزرع معك انا ما عندي. شوفي هيدي ليك قدامهم هون بنطلع فيها بنلاقي كيف شلوشة كلهم هيك وين ما كان من كل الميلات وشلوشة عليها، وهيدي تربتها هي سودة مثل ما هلا نحن رح نفرجي. فهيدي النبتة تربتها جدا مضبوطة وهي تير دو بريير. شو هي تير دو بريير؟ نفرجي هون هي نوع من التربة يلي بتجي من غابات السنوبر أو غابات تانيين مثلا هيك، يلي بتكون تربة جدا أسيد مطرح ما بيطلعوا نباتات اللي هن بحبوا هيدا التربة. أوكي. فشو هن هون نباتات؟ إذا ما عندنا تربة أسيد شو بنعمل؟ فينا نعمل كثير أشياء تانية، مثلا فينا نحط أسمدة عضوية بقلب التربة، فينا مثلا نحن نحط تفل البن، تفل الشاي. مزبوط. كل هالأشياء هي بتخلي الأسيد تنزل. رح أشرح شو فكرة الأسيد. عادة التربة فيها سكيل من 0 لل 14. من 0 لل 7 بتكون أسيد، فوق 7 بتكون بازيك بنقولهم أو ألكالين. مشكلتنا إنه كثير من التربة اللبنانية الحمراء هي تربة بازيك وما بيمشوا فيها هون نباتات. فاللي عنده مثلا أورتانسيا، اللي عنده جاردينيا، اللي عنده أزاليم، بس مش بس، اللي عنده مانيوليا، اللي عنده كاميليا، كل هالنباتات بحبوا التربة الأسيد. هلا في أنواع من النبات ما بتتأثر بالتربة، يعني مثلا اللافاند والورد بتزرعيهم حيال التربة ما عندهم مشكلة، بس هول اللي نحن معنيهم هون. أول تيب كثير مهم، ليه بدكم جاردينيا تكون زبطة ما فيها تكون بهيدا النوع من التربة. هلا لنقول إنه حدا إجا جاردينيا مثل هاي تربتها حمراء، اللي بيقدر يعمله هلا بنفرجي هيك قد ما فينا، نفرط شوي من التربة اللي على الوجه ما في مشكل ساعتها، ونحن بنحط بالبو تحتها ومن فوقها بنحط كمان اكثر مثلا اسمده عضويه، بنحط تورب او بنجيب تير دو بريير. هون كنا عم نفرجي كيف عم نفرطهم لهيدي التربه تنخفف، وبنحط اكيد هون تحتهم، وبنحط كمان فوقهم هيدي التربه. هلا في كثير بيقولوا لي طب انا بالارض زراعه شو بدي اعمل؟ مزبوط. او مثلا ببو كثير كبير، فينا نحفتر من فوق قد ما فينا نشيل تراب بس ما ناذي الشلش، ونزيد مع الوقت بيرجع بيمشي الحال. هلا كيف بنعرف انه هذا المشكل؟ اذا بتطلعي بالورقات مبين هالاصفرار يلي فارق اللون. فارق اللون. سو لما نبته النرفير تبعها هيك يصفروا يخضر هون واصفر، عم نطلع كيف هيك بتصير، هيدا معناتها اول شغله هي خطا تربه. هلا لانه النبته دائما بتحكي معنا وبتعلمنا شو بدها، خطا استراتيجي كثير بهول النباتات. هلا شو فينا نعمل زياده على هذا الشيء؟ افترضي حتى كمان كان عنا اكيد بالارض زارعين هيك، واحد من الاشياء اللي فينا نعملها فينا نحط حديد. الحديد هي عباره عن هيدي البودره السوداء يلي رح فرجي هيك كيف بتجي. سو هيدي هون هيدي البودره عمليا بنقدر نحط حوالي النبته بالتربه او بالخلطه. ليش حديد؟ لانه نسقيها دغري. هلا فيني انا ذوب الحديدات بالمي واسقي، وفي اسقي دغري عليهم اكيد. فهلا الحديد لوحده، يعني كثير من الاشخاص بيقولوا لي انا جبت جاردينيا وعملت شو قلت لي وحطيت حديد وما مشي الحال. الحديد شغلته الوحيده هو بس اذا ميتك كلسيه يمتص الكلس ويساعد هيدي النبته. فالحديد على الحل ما بفيد، بدنا نحط من بعده فيرتيلايزر. هلا انا جايب معي ثلاث انواع من الفيرتيلايزر، جايب معي ليكويد، جايب معي كمان جرانيولي، يعني بيكونوا هن فيرتيلايزرز حبوب، ومثلا واحد منهم خصوصا الجاردينيا خصوصا الاورتانسيا وهيك، ورح فرجي كيف بيكون من جوا.
انه هيدا النوع من الفيرتلايزرز نحن فينا ساعتها ناخذ الحبوب يلي موجودين هون اكيد ونقدر نحط عليهم من فوق. هيدا الفيرتلايزر الافونتاج تبعه انه بطيء، يعني سلو ريليز، يعني مش بتاخذهم ثانيه النبته، بتاخذهم بفتره طويله النبته، وبتقدر كمان اكيد هيك تاخذ حاجاتها فيهم. هلا في بعض اشياء مثلا نقول حدا ميته كلسية تربته مش منيحه وبده يجرب يعمل شيء، في انواع من الفيرتلايزرز اللي انا بحطهم غذاء ورقه، يعني انا بجيب عمليا فيرتلايزر وما بقى بعطيها اياه بالارض، سو انا بحط المي بحط بدوبهم بالمي وبرش على الورق تبعهم، وهول النباتات بتقدر تمتصهم ساعتها من دون ما نقطع شيء من الورق، لانه بتعطيك الفرق. اذا انا حطيت كيماوي اوقات صماد عضوي افترضي بالتربه، فيها النبته تاخذ 3 اشهر لست اشهر لتاخذه. اذا حطيت كيماوي مثلا اوقات بالتربه واذا كان كيمائي يعني بطل عضوي، ساعتها هون فيها تاخذهم اوقات لجمعتين او ثلاثه أسرع. بس اذا حطيت ورقه في بعض الفرتلايزرز تاخذهم النبته بعد 6 ساعات لنهار. وهيدا كمان بغير بالشيء. بس مارك اذا بدنا نزرعهم بالجنينه، يعني في عندنا اوقات في ناس عندهم جنينه صغيره قدام بيتهم، بيقدروا كل انواع البلانتات بينزرعوا كيف؟ هلا اكيد حسب الارتفاع وهيك، يعني مثلا انا اذا لنقول الاورتاسيا والازاليا يلي هن معي هول الاثنين، يعني الازاليا هي هون والاورتاسيا البيضاء لحدنا، هول بحبوا شوي السقعة اكثر من الساحل، يعني اذا كنا ستارتنج 400 و300 متر وطلوع بحبوا كثير. الجاردينيا بالعكس، الجاردينيا ما بتحب السقعة، سو هي بلبنان بنزرعها تحت ال 600 ل 700 متر، فكل مره حسب المطرح. هلا الزياده في عندنا بدنا نطلع كمان على قد ايه في ضوء. الاورتاسيا والاورتاسيا والازاليا بيتحملوا شويه ميقوبر، بينما مثلا الجاردينيا بتفضل اكثر شمس على ميقوبر، يعني فكل وحده شيء منهم اكيد. هلا الاساس هو شو ما تكون تربتك بالارض، يعني اذا انت افترضي اجاك جاردينيا بتزرعيها بالارض، اعملي جوره كبيره قد ما بتقدري، حطي حواليها جيبي تير دو بريير او تورب او اسمده عضويه لنخلي التربه نصير شويه اسيد. يعني هلا في كمان اشياء كثير بيسالوني هون، ليه مثلا النبته بتكون هيك ورقتها عم تلمع وخضره وهيك؟ في كمان دواء كثير مهم هون جبنا منه شوي اللي هو المغنيزيوم سلفيت، يلي هو بودره بيضاء. هلا هيدا بيستعمل ايفن بالاكل وهيك، يعني فهيدي البودره البيضاء المغنيزيوم سلفيت فيها نحن ناخذ منها ونقدر هون اذا بدك نفرجها شوي هيك كيف بتكون. سو هيدي هي بودره بيضاء، هي نوع من الملح، كريستال. هيدا كريستال، هو ملح على فكره وبيستعمل بالاكل، يعني في كثير ناس بيجيبوا المغنيزيوم سلفيت بسموه ابسوم سولت كرمال اشياء طبيه وهيك، يعني بيشربون. سنو عمليا المغنيزيوم سلفيت فينا كمان نحن نذوبه بالمي ونرش على الورق مره كل شهر كل شهرين، وهيدا بيساعد كثير انه هالنباتات تتلمع وتزهر وبساعدها حتى تمتص الكيماويات. نعم مارك، حكيت عن التوليب، بس اذا كانت التوليب مزروعه بالبو نقدر نرجع نزرعها او نخليها ونهتم فيها؟ هلا اكيد هيدا بده مساعد الجواب، بس تقول لك شو الفكره الاساسيه. التوليب هي بصله، والبصل على عكس ما نحن بنفكر هن ورق، فالاهم شغله انه اول ما هلا التوليب بتروح زهرتها بدها تبلش تروح الزهره وتموت، بدهم يبلشوا الورقات كلهم يموتوا وحده ورا الثانيه، سو لما هالورقات يموتوا وحده ورا الثانيه وينزلوا على الارض بعدين بضل في البصله. اهم شيء نحن ما نكبها، نضلنا نهتم بهيدي النبته كانها هي نبته، هيدي الاساس. بس بده يروحوا كل الورق وكل هالاشياء كلها، نسمد نحط مواد عضويه بالتربه، بنوصل افترضي لشهر 8 9 او هيك بكون بطل في اكيد ولا شيء، فينا نشيل البصله من الارض، هي بتكون يمكن انقسمت لكذا بصله، ونرجع نحطها بالبراد شي جمعه تترجع تسقع تترجع بعدين ترجع تزرعيهم، وبصير فيك يكون عندك توليب كل السنه، او تركيهم بالتربه لوحدهم بيرجعوا، بس مش لما يختفوا الورق انت تفكر انه ماتت وراحت، هي اتس نورمال. هون بتبلش تقدر تفكر. صح، لانه هي هول البصليات هن عندهم سايكل، يعني بيروحوا وبيرجعوا وبينقسموا اكيد من كذا كذا وحده، فهيدي الشغله الاساسيه بالتوليب. وهول كمان ارجع اقول لك انه التوليب بفضلوا عاده المطارح المسقعه، يعني كمان ما بمنوا النباتات كثير للساحل، مشان هيك اوقات بتشوفي توليب كانت بتعقد زرعتيها طلعت قصيره او ما قدرت تنمى قد ما لازم او فتحت بالفي او بالشمس، كل هالبلانتات. هلا هول اللي هون مثل ما قلت لك لا اللي بحبوا الشمس اكيد، يعني اكثر التوليب. هلا بيقدروا يعيشوا بالميقوبر بس مش كثير عتب، مش كثير من دون ضوء وهيك. فهول اللي بيجمعهم، ارجع اقول لك الاساس، يعني لانه بيجينا كثير سؤال ليه الجاردينيا تبعي عم تصفر ورقتها؟ عم تصفر ورقتها لانه او تربتكم حمراء او انتم عندكم مي كلسيه كثير، وهيدا اللي جربنا هلا ان نوصله. يا اسيد يا حديد 100%، الحديد كرمال نشيل الكلس 100%، والاسيد هو كرمال التربه عمليا. كيف هذا؟ وما ننسى انه هول النباتات خاصه لما يكونوا عم بزهروا
بدهم اكثر انرجي، يعني بدهم اكثر نغذيهم ونعرف نسقي، ما بيسوا نعمل لهم شوك بالسقايه هن ومزهرين. يعني كل ما تكون نبته كثير مزهره يعني كثير بدها مصروف. كان موضوعكم قبل على النساء الحوامل هن ذات الشيء، لانه الزهره تبعهم هي الفكره بتتحضر للحمل، فمشان هيك بتعوز بهيدي الفتره كثير عنايه، كثير شوك اقل، مش انه ننسى نطعميهم ننسى نشربهم او وبحبوا الكونسستنسي. يعني نبته مزهره بدها تزهر، ما في اسقيها اليوم رجع اسقيها بعد جمعتين رجع اسقيها بعد جمعه، سو لازم نعودهم على رواء بالسقاية، وهيدي الشغلة كتير مهمة. هلأ أكيد بعدين في الأمراض اللي بتجع هول النباتات، كيف منعرف قدي لازم نسقي معك؟ هلأ هيدا يعني شو بيبين هيك على الشكل أنه تصير طلع هيدي النبتة مثلاً إذا أنا عندي هي الأزلة على السريع تنفرجي لما نشيلها نحن من البو، إذا أنت هون ما انتبهتي أنه كل شلوش وين ما كان وهون صغار، هيدي مثلاً ما فيها نسقيها كيف ما كان. هيدي أنا كرمال شلوشة بغطسها بالارض مره تقريبا كل 3 ايام او كل جمعه تبع المي كرمال انه كل الشلوش يجي عليهم مي. فهي مش بس كيف بعرف اذا بس اذا بسقي مزبوط، يعني هون نباتات بدي اعرف اسقي كل الشلوش لانه شلوشهم منهم تحت، فكل نبته عندها وين شلشها وكيف بسقيها والفريكانس وقد ايه الكميه. هول كمان بدهم مواضيع بدهم وقت اكثر. اهم شيء انه إن الاصبع بيساعد اذا دسينا تحت حسينا انه بعدها مي بكون منا لازم نسقي. ودائما بنقتل نبته بكثره المي، ما بنقتلها ولا مره اذا ما سقينا كثير. اف ثانك يو مارك. بعد في كثير اسئله عن هالموضوع، بركي منتابع بحلقه ثانيه، رح ناخذ بريك وبنرجع.